كباب عروق عراقي على اصوله هاي من اطيب الاكلات العراقيه لفه خرافيه لازم تجربوها نجيب كاسه ونحط بيها لحم عجل مثروم وليه مثرومه وبصل عادي وبصل اخضر معدنوس طماطه طحين ابيض وطحين اسمر وكركم وكاري وبيكنج باودر حتى ما يعجن وملح وفلفل اسود وهسه نتحضر للعجن طبعا احسن شيء نعجنها بالايد والمقادير كلها كتبت لكم اياها بالكابشن تحت الفيديو واذا مشيتوا على المقادير راح تطلع وياكم مضبوطه 100% وهيك صارت جاهزه نغطيها ونحطها على صفحه ونحط الطاوه والزيت على النار واسهل طريقه حتى ما يلزق العجين بالايد دهنت ايدي بالزيت واخذت شويه من العجين وسويت على شكل حلقات وطريقه القلي كلش مهمه شوفوا الحافات اذا مبينه مستويه يلا تقلبوها ولازم ناكل فد وحدة تصبيرة ونشوف الملح إذا زين أو لا وأطيب شي قالوا يا بيتنجان وبتيتا وطماطة وقرنبيط وما ننسى الصمون أو الخبز العراقي نرتب الأشياء اللي قليناها بصحن التقديم وطبعا هاي الأكلة ما تكمل بدون الرشاد والفجل الأحمر كتبولي بالتعليقات إذا نسيت شي هسا أشوفكم شلون رح ناكل الكباب نفتح الصمونة ونحط الكباب والبيتنجان والبتيتا والقرنبيط والرشاد والفجل والطماطة المقلية وشوفوا لي شلون لفه طلعت واللي ما يعرف لفه يعني ساندويتش تقدرون تاكلوا وحده طبعا مو عادي اه صح نسيت الشاي